لكن دول نوادي هتحولها من وديعة لتحولها لاستثمار. عظيم. ومن جنيه، من دولار لجنيه، من دولار يعني لجنيه، يعني هحول القيمة دي لجنيه مصري. بالضبط. فالجنيه ده بتاعي أنا حر. ما هو وكمان هتستفيد منه إن أنت هتضخه في مشروع استثماري، هيشغل المصانع والشركات اللي هي النهاردة الدولة بتتطلب إن هي تزودها. نعم. طب خلينا ناخد الشق الأول، يعني هي الدولة إن شاء الله لما تفك ال 11 مليار دول أكيد النهاردة هتخلص من التراكمات اللي هي موجودة في المواني وفي الجمارك للإفراج الجمركي. ما كانش يقدر يعمل قبل كده، ما كانش يقدر. لا، ندرة السيولة للأسف كانت بطيئة جدا. لا، ما كانش يقدر يعمل ياخد من بالفلوس دي. لا طبعا بالفلوس دي ما يقدرش خالص، ما يقدرش يقرب، ما يقدرش. شوف حضرتك احنا مرينا بالأزمة في 23 كلها، والدولار ارتفع أمام الجنيه، ومصر ما سحبتش دولار واحد، بل بالعكس الاحتياطي النقدي الأجنبي كان بيرتفع. وتقدر سيادتك وكل مشاهدينا الكرام يخشوا على المنصة الخاصة بالبنك المركزي هيعرف ان احنا الاحتياطي النقدي الأجنبي كان بيرتفع على مدار اكتر من 14-15 شهر. عظيم. ولم نسحب دولار واحد من العملات الأجنبية الخاصة بالودايع. كويس. طالما أذن صاحب الوديعة بفكها لتحولها لاستثمار، ده ما فيهوش أي مشكلة خالص، بقت الفلوس برضو موجودة، هنستغلها بطريقة الاستثمار. ده طيب فيما يتعلق بالدين الخارجي، ما هو ده كان جزء من الدين الخارجي. مظبوط. فضل يا فندم اشرح لي. هيعلن رسميا يا فندم مع كل فك وديعة انخفاض قيمة الدين الخارجي. يعني أول ما هيفكوا إن شاء الله اللي هم الخمسة مليار الأول، اللي هم الخمسة مليار خمسة. الأول الخمسة مليار الأولين دول في خلال الأسبوعين، بدل ما احنا كنا 165، أنا بقرب الرقم معلش في الدين الخارجي، هيبقى 160 مليار دولار. ده المرحلة الأولى. ده بالضبط. بعدها بشهرين. الخمسة مليار الأولى. بالضبط. بعدها متوقعين خلال مثلا أسبوعين بالكتير يتم إعلان خفض أو انخفاض الدين الخارجي إلى 160 مليار دولار. ده رقم واحد. بالضبط. بعديها بشهرين يا فندم هينخفض تقريبا 6 مليار دولار في استحقاقهم، اللي هم لما تتفك الوديعة الثانية اللي هي أم 6 مليار، فهننزل إلى 154 مليار. بالضبط كده. ده أمر في غاية الأهمية. الأمر الثالث يا فندم إن الفلوس دي ممكن النهاردة أو الصفقة دي ترفع تصنيفنا الائتماني. إزاي؟ ترفع تصنيفك الائتماني اللي انت عندك توفرت عملة النهاردة. أيوة. وبقيت قادر أكثر على سداد وخفض من عندك ديون، فيبتدي التصنيف الائتماني يتخفض، يعني يتحسن. فيخفضوا لك قيمة الفايدة اللي بتحصل عليها في القروض. يعني احنا ممكن نروح نقترض من الأسواق الخارجية بسعر فايدة أقل. يعني ده يساعدك لو انت محتاج، بس احنا مش محتاجين دلوقتي. انا بقول مثل. ايوه. الأسواق في العالم يا فندم بتبص لك كمستثمر كبير. النهاردة بتحاول تحرك أموالك وتبتدي تشتغل. نعم. ده جانب تاني. فتبتدي النهاردة لما تتحرك زي ما انا قلت حركة السندات امبارح تبتدي تتحسن. نعم. فده بيدي إتاحة ان انت تخش على مشروعات، مثلا المشروعات الخضراء، المشروعات للتنمية المستدامة، اي حاجة في التعاون الدولي ممكن تحصل على قروض ميسرة بسعر فايدة اقل. طيب وانت لو بتكلمني انا كبتاع استثمار، انت لو طول ما احنا الدولة بتشتغل بفلوس خارجية بسعر فايدة اقل تقترض، مفيش مشكلة طالما اللي رايحة للاستثمار. مورجان ستانلي النهاردة مؤسسة قالت في تقرير ليها أن مصر نجحت في جذب تدفقات استثمارية مباشرة تخطت قيمة صافة التدفقات الاستثمارية خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. يعني قالت الصفقة دي تجاوزت كل التدفقات الاستثمارية اللي جت مصر في الثلاث سنين اللي فاتوا. ده نتيجة إيه؟ بالضبط. ده نتيجة إيه يا فندم؟ نتيجة الصمود اللي قامت بيها الدولة المصرية في تحسن قدراتها الاقتصادية. وابتدت ان فعلا كان عندنا تحدي كبير. النهارده طبعا سريعا كده يا استاذ احمد، النهارده مر سنتين على الحرب الروسيه الاوكرانيه. النهارده وده مأثر على العالم كله، والحروب وما شابه لذلك، واسعار الفايده مرتفعه. فتطلع الدوله المصريه ان هي تجيب استثمار بما يقرب تقريبا ب 150 مليار دولار. وهو احنا الناس بتتكلم بس يا فندم على 35 مليار، لا اتكلم على 150. ده المشروع هيخش في 150 مليار دولار. ده المرحله الاولى دكتور وليد. أيوة. عباس قال لنا دي المرحله الاولى، وهيقعد كام سنه وتوقعات زيهم الثانيه وتوقعات زيهم الثالثه، يعني ثلاث مراحل. بنتكلم على رقم ضخم يتجاوز ربما 500 مليار دولار او يزيد، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. فالحمد لله ان تقريبا في استثمار هيفضل شغال معاك. اذا قلنا المرحله الاولى 10 سنين،
خمس سنين أيوة. هتفضل شغال 5 سنين عندك شغل يقدر يمشي الشركات ويحسن من قدرة العمالة ويفتح النهاردة أفق للاستثمار، لأن المستثمر اللي جاي الإماراتي والمصري هيجيبوا شركاء معاهم. نعم. ليه؟ علشان يبتدوا النهاردة يبنوا ما بيسمى بالتنمية المستدامة، يحركوا بقى يعملوا مشروع كبير. نعم. هو ده اللي بيفكروا فيه فن. علشان كده شهادة مورجان ستانلي بتقولك أن مصر نجحت بجذب استثمار ضخم جدا ما شافتوش من 3 سنين اللي فاتوا. صحيح. اتفضل. ربما دكتور مصطفى حضرتك تتكلم على الاسعار، تاثير ده على الاسعار، بتقول انه ده مرتبط انه ممكن من كام يوم اللي جايين